السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الأخوات كلكم بخير وعلى ألف خير. معكم أم أمين للخياطة والإبداع. اليوم غنجيب لكم فكرة جديدة، وأنه في إعادة التدوير. دائما مرة كندير معكم إعادة التدوير، نبعدوا شوية من الخياطة ومن يكون شوية تغيير على سبيل الاستئناس. كيكونوا عندكم هاد لي كوبلي فارغين اللي فيهم المشروبات الغازيه، او كتشريو لي كلاص، المهم بقاو تحتفظوا بيه. جدرت ليهم كل ما كنحتاجو. هو لاندوي، ها هو في الدول العربيه ما غيعرفوش، المهم ها هو مكتوب هكا. هاد البرودوي اللي كنحتاجو في الحائط اللي كان الا كانوا فيه حفر كنملؤو به الفراغات، هذا هو اللي غنصبغوا به مثلا في الليل باش في الغد. انا درت ليه هاد الخطوط باش يبقى على شكل شجرة او يذكرنا بالطبيعة كيف ما شفتو. هو هذا البرودوي، ما في المغرب راه كنا كنعرفو لاندوي. كنحتاجو الرملة باش نعمرو هاد الاناء، هاد الكوبلي هذا. نحتاجو الرملة او ديرو الفرشي، ما عرفش شنو سميتو، فيلين. فيلين ها هو، يكون طرف اكبر من هذا. غنشدوه في القاع باللصاق وعاد ندخلو هنايا هاد باش نثبتو فيه الورود. غنحتاجو البانسو، نحتاجو شي صباغه اكريليك، اللون اللي نتوما بغيتو. انا ما كنفرضش عليكم الالوان، كل واحد اليوم هاد الحصه غادا تكون اغلبيه الاطفال، لانهم اللي عز عليهم حل هاد اعاده التدوير يحطوهم في المكتب ديالهم. نحتاجو اللصاق، نحتاجو البابي كريبون، اطفال كاع كيعرفوا راه كيزينوا به الاقسام. هو هذا. كنحتاجوا المقص، نحتاجوا السلك، مشيو غير عند الدروكري بائع العقاقير يقطع لكم شطريفات ديال السلك. انا ما لقيتش الرقيق، لقيت هذا. غادي نصوبوا القلب ديال الورده، هو هذا. غادي نشد بيستولي كيف ما كتشوفوا معايا، غندير ليه شويه اللصاق. نديرو في الوسط ديال هاد السلك من الفوق باش نحصلو على قلب. نعاودو نغطيو ونديرو واحد الدائره صغيره. حيت كي البرد غير كيبرد هاد. نشدوه من هنا من فوق السلك وكنلويو باش نحصلو على القلب ديال الوردة. نتوما راه ممكن ديرو ورود على شكل اشكال اخرى، يكفي انكم ديرو تدبر في الطبيعة. شوفوا راه كيبانو ليكم اشكال ديال الورود. هذا غاك يعني غا كاشكال يعني درت انا، نتوما ممكن ديروا اشكال اخرى، ما غتبقاوش حكر على هادشي اللي كندير انايا. بسم الله، صلي على النبي اولا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. صافي كنعطيوها هاد الشكل. تبعوا معايا، ممكن تختاروا اشكال اخرى للورود. حتى نوريكم اشكال بسيطه بالساتان وبلي حنا بالدارجه السينتا، كتجي طريقه بسيطه كتير. هاد الزائد نقطعوه،
غادي نقطعو من هنا المهم نحلوه كله نحصلو على النص حيت غادي نخرجو منها الجوارطات. هادشي تذكرت الذكريات ديال زمان كنا ملي كنا صغار كنا كنزينو بهم اقسام. صافي غنبقاو ندورو هكا كنبداو نطويو والوسط غادي نقادو هكا الوسط غادي نشدوه بخيط كتشوفو نحاولو نطويو على زوج كتشوفو معايا ونبداو نفتحو في الوردة على هاد الشكل. كنبداو نفتحو في الوردة ديالنا كتصبح على هاد الشكل شفتو. غادي ندوزو دابا نقطعو باش نغلفو الساق ديال الوردة باش نديرو الاوراق. نطويو على زوج شوفوا معايا غنطويو هكا على زوج نطويو مرة أخرى نطويو مرة ثالثة نديرو البيستولي اليسار نلصقو على السلك بهاد الشكل نديرو الثانية هكا هكا طريقة سريعة هكا هكا. ثم ممكن تختاروا اشكال اخرى هادشي انا غير كيجيني في بالي راه كندير. ما عندكمش هاد البيستولي وهادشي ديروا غير ايه صافي الامر ما كيتشكلش عليكم غنخدموا غير بهداكشي اللي موجود عندنا دائما. نديروا شويه الساق هنا نبداو من الفوق غادي حنا كنشدو في السلك وكنلويو نشدو في السلك وكنلويو نخليو هاد الورقة هنا خارجة وندوزو فوق منها
السلك خصو ما يبانش لينا. ملي نشدو هنا الورقه تحكموا فيها هذاك الرباع ديال تحت ديالها اللي كاين هو اللي غنلويو عليه. هما الوليدات كيبغيو نهار الحد كيبغيو يديروا يطبقوا الهوايات ديالهم. نشريو ليهم حنا اولياء الامر ديالهم نساعدوهم باش يقضيو اوقات الفراغ في شي اشياء مفيده. كنفتحوا هادو بشي مقص او ابره باش كتبان من فوق. كنبداو نفتحو في الورده من بعد ما ركبنا ليها الاوراق كيف ما شفتو. نبداو نفتحو في نفتحو هذا باش كتبان من فوقها. ممكن تساعدو بشي مقص او لكسيفي غير بايديكم. القلب ديالها كيف ما شفتو راه هو هذا. دابا غندوزو نصبغو هاد لوبو هذا اللي كان في الاصل غير كوبلي ديال لي كلاص. انا عندي الوان كاين هاد الغوز كاين موف كاين بيستاش كاين هاد اللون ديال التراب. انا فضلت نديرو باش كيبان لنا البو كانه اناء طين. دائما كنحركو عاد نبداو الخدمه. بسم الله على بركه الله اللهم صل على سيدنا محمد. شوف كنبداو نصبغو كما شفتو معايا من فوق الى لتحت بطريقه سريعه. يبان لينا كانه اناء طين. هو يفضل يستحسن ان اي حاجه كنخدموا بها ما نرميوهاش، يعني نحاولوا نديروا لها اعاده تدوير في اشياء تكون صالحه للاستعمال، منها المحافظه على الطبيعه ومن نيت كنعلموا وليداتنا اشياء تملأ الفراغ ويخدموا الذكاء ديالهم في اشياء كتفيدهم. حيت ضروري كل طفل خاصة تكون عنده هوايه، يا اما قراءه القصص يا اما الرسم يا اما المهم اشياء كثيره كاينه. هادو تخليو حتى تيبان شويه تعاودوا لها كوش اخرى ماشي مشكل. انا دابا غير كنصرع باش كتشوفوا معايا انا غير التقنيه وصافي. نتوما راه كتبقى لكم الاختيارات في التزيين. ديروا لها شرائط من هنايا، ديروا لها الحجار لي جيستغاس. انا كنفضل انها تبقى بالنسبه ليا مادام خات شكل طين تبقى طبيعيه. التزيين كيبقى لكم نتوما على حسب اختياراتكم. كنقلبوا على الامكنه اللي باقا كتبان لنا بيضاء نعاودو نصبغوها. صبغوا شويه من الداخل
من بعد ما كملنا دائما ملي كتساليو من تنتهيو من الصباغه كتسدو باش ما كتبردش. كما قلت لكم قويله كنملؤوها بالرمله او نديرو الفيلين. نحاول نقربو لكم الكاميرا باش تشوفو معايا. صافي كناخدو الورود ديالنا اللي صاوبنا نتوما شتو، كندخلوها في هاد لوبو، نقدرو نسميو بو علاش لا، دابا حيت كمل. نبداو نغرسو في الورود، هو من بعد ما كمل صبح على هذا الشكل كيف شفتوا. اوراق الساق اللي درنا هما الورود، نتمنى الفكره ديال اليوم تعجبكم وتنال استحسانكم. ما تدخلوش عليا بالاشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. معكم أم أمين للخياطة والإبداع، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.